معلومة طقسية تقص صلوات اليوم الصوم المقدس. رفع بخور باكر قبل أوشية الإنجيل تطفأ الشموع ويزدل ستر الهيكل وتقرأ النبوات وتصلى الطلبة بالمطانيات. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة 12 النوم. الصوم يصام انقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. القراءات فصول يوم الجمعة من الأسبوع الأول من الصوم المقدس. الألحان ألحان الأيام من الاثنين إلى الجمعة بدون استخدام الدفوف، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القسمة تقال قسمة الصوم المقدس. الأوشية الموسمية الأهوية والثمار. التوزيع المزمور 150 والمدائح بطقس الأيام. ختام الصلوات سوماتوس كيماتوس جسد ودم. العشية لا يقام رفع بخور عشية لقداس اليوم التالي لأن القداس ينتهي متأخرا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 29 من شهر أمشير المبارك أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 167 ميلادية استشهد القديس بوليكاربوس أسقف سميرنا الشهيرة بأزمير، تتلمذ على يد القديس يوحنا الإنجيلي، وهو الذي يعنيه الرب يسوع في سفر الرؤيا بقوله: واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. وضع القديس مقالات كثيرة وميامر عديدة عن الميلاد البتولي والموت والجحيم والعذاب، كما كتب عن القديسة العذراء مريم وعن تدبيرات الخلاص، وبذلك جذب نفوسا كثيرة بتعاليمه النافعة إلى الإيمان بالسيد المسيح. حاول معه الإمبراطور ماركوس أوريليوس لكي ينكر المسيح، فأجاب بوليكاربوس: 86 سنة أخدمه ولم يسبب لي ضررا، فكيف أجدف على ملكي الذي خلصني؟ عذبه الإمبراطور بوضعه في النار وطعن بالحربة، فتدفق دمه وأطفأ النار وفاضت روحه ونال إكليل الحياة، وأخذ المؤمنون جسده الطاهر وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أسبح الرب المحسن إلي وأرتل لاسم الرب العالي. إللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. وإذ كان يصلي في موضع
لما فرغ قال واحد من تلاميذي: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم؟ فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي لي نصف الليل ويقول له: يا صديق اقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له. فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم: وإن كان لا يقوم ويعطي لكوني صديقا، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطي قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. والمجد لله دائماً. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. الجمعة من الأسبوع الأول المقدس من الصوم الكبير المقدس، 29 أمشير. قراءات النهاردة بتدور حول خصوص الصلاة. مزمور باكر بيقول: أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي، أيها الرب إلهي صرخت إليك فشفيتني الليل وياه. إنجيل النهاردة إنجيل باكر بيتكلم عن لوقا 5 من آية 12 لآية 16، والحقيقة ده بيكلمنا عن معجزة حلوة خالص بأسلوب
المريض قاله بطريقه حلوه خالص لسيد المسيح اللي هو شفاء الابرص. يقول كده: ولما دخل احد المدن فاذا برجل مملوء برصا. الاخ ده او المريض ده كان تعبان بمرض البرص، ومرض البرص ده كان بيلزم الشخص المريض بيه لازم يتعزل بره بعيد عن الناس، لكن سمع عن الرب يسوع وقد ايه ان هو بيشفي المرضى، فراح وطلب من يسوع ان هو يشفيه. فقال له: يا رب ان شئت تقدر ان تطهرني. فمد بابا يسوع مد ايده عليه ولمسه، فقال له: اريد فاطهر. فطبعا في الحال شوف يا هذا الايه الابرص. طبعا الاخ ده لما راح للسيد المسيح يقول كده: فسجد له. فكلمه سجد له يعني اعلان لايمانه بالسيد المسيح واتضاعه امام السيد المسيح. بعد كده قال له: ان اردت. كلمه ان اردت يعني انا سايب مشيئتي وارادتي ليك يا رب، انت زي ما تكون انت عايز تكون مشيئتك ليا في حياتي يكون. فبيعلمنا كده انجيل باكر ان احنا لو امنا بالسيد المسيح ننال اي شيء احنا محتاجينه في اسلوب الصلاه، لكن مؤمنين بيه نناله. يعني السيد المسيح قال له: اذهب وأرى نفسك للكاهن. طبعا زمان اللي كان بيشفى من مرض البرص يروح كده، شريعة موسى كانت تلزمه ان هو يروح الهيكل ويقدم حاجة بسيطة كده، ان هو يقدم توبة الأول ويقدم عنه حاجة بسيطة لإتمام شفائه. يعني البولس النهاردة من روميا من إصحاح 12 من 6 ل 21 بيقول كده: وكونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، مواظبين على الصلاة. كونوا كارهين الشر وملتصقين بالخير ومواظبين على الصلاة. الحقيقة معلمنا القديس بولس الرسول النهاردة بيقول كده إن الرب يمنحنا المواهب حتى نستطيع بناء الكنيسة. كل واحد عنده موهبة، والموهبة دي ربنا هو اللي بيوهبها لكل الناس، كل واحد على حسب موهبته. يقول لك كده إن كل موهبة هي من الله، كل موهبة هي من الله. ليس لكل واحد نفس الموهبة، لكن مختلفين في المواهب. نكرس مواهبنا لخدمة الله وليس لحاجاتنا الشخصية. أن نكون غير متكاسلين في الإيه؟ في الخدمة. وبرضو بيقول لنا كده: لابد أن احنا نكون حارين في الروح، يعني فرحين في الرجاء بالرب يسوع. الكاسيليكون من يوحنا الثالثة من إصحاح 1 من 1 ل 15. وبرضو كده بيقول لنا من الشيخ إلاغايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق: أيها الحبيب، إن أصلي لأجل كل شيء لتستقيم طرقك وتعافى. الحقيقة معلمنا يوحنا بيقول لنا في الجزء في كاسيليكون النهاردة بيكلمنا عن ثلاث شخصيات. الشخصية الأولى عن غايوس، يقول لك كده: غايوس ده كان إنسان محب للكنيسة ومحب للخدمة. يقول لك كده: غايوس المثل لمن يتبع المسيح ويحب الآخرين، يعني كان ملتزم بالخدمة وبكلام الرب يسوع. تاني شخصية في الجزء ده بيكلمنا عن ديمتريوس، يقول لك كده: ديمتريوس الذي يحب الحق أيضا، كان برضو ملتزم بالحق. ديوتريفس كان قائد للكنيسة لكن ما كانش عنده اتضاع للأباء الروحانيين في الوقت ده، كان يرفض كلامهم وكان يعني عايز يمشي رأيه هو عن الباقي. البراكسيس يقول كده: وكانوا مواظبين على تعليم الرسل وشركة كسر الخبز مع بعض. معلمنا بطرس الرسول هنا، بطرس الرسول ويوحنا في الجزئية دي برضو نعرف ان هو شافوا رجل مقعد من بطن امه. يقول كده ان كان يوجد رجل مقعد عند باب الهيكل، لكن الاخ ده كان يقعد يستعطي، يعني ياخد اي حاجة من الناس اللي داخل الهيكل. فتفرس في بطرس ويوحنا يأخذ منهما شيئا، لكن معلمنا بطرس الصراحة قال له: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أنا أعطيك، باسم يسوع المسيح النصيري قم وامشي. فيقول كده: وأمسك بيديه اليمنى ومشي في الإيه في الحال، ودخل وهو يسبح الله. إنجيل النهاردة مزمور رقم 13 من 5 ل 6: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك
أسبح الرب المحسن إلي وأرتل لاسم الرب العلي. طبعا معلمنا داود هنا بيقول يجب علينا الاتكال على الله في كل أمور الحياة والترتيل لاسمه العظيم. إنجيل معلمنا لوقا النهاردة بيكلمنا عن الصلاة. يقول كده في بداية الإنجيل: وإذا كان يصلي في موضع قفر فلما فرغ قال واحد من تلاميذه: علمنا يا رب كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. الحقيقة تلاميذ السيد المسيح كانوا محتاجين إن هم يتعلموا الصلاة زي السيد المسيح كانوا بيشوفوه في أوقات كتيرة إن هو وهو بيصلي، فكانوا محتاجين إن هم يصلوا زي السيد المسيح، فطلبوا منه إن هم يعلمهم الصلاة. فقال لهم: متى صليتم؟ فقولوا: أبانا الذي في السماوات. كلمة أبانا يعني لينا أب وإحنا أولاده. ليتقدس اسمك، نقصد بها أن نقدم الشكر لله. ليأتي ملكوتك، لأنه ملك مالك على كل شيء في العالم. لتكن مشيئتك، نطلب الله في كل شيء لمشيئة الله وليس مشيئتنا إحنا، كما في السماء كذلك برضو على الأرض. يقول بنقول إحنا كده يا رب زي ما الملائكة بتسبحك فوق، إحنا ينبغي علينا أن نسبحك على الأرض. خبزنا أي الطعام الروحي، الطعام الروحي اللي هو اللي وصلنا للسماء. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا. يقصد بها السيد المسيح أن إحنا زي ما هنغفر للناس ربنا هيسامحنا ويغفر لينا، يعني متوقفة على حياتي أنا مع الناس، أنا لو سمحتهم ربنا هيغفر لي ويسامحني. في الجزء الأخير بيكلمنا برضو عن مثل صديق نصف الليل، مثل صديق نصف الليل. بيقول كده قال لهم مثل إن لو حد جه لصديق يطلب منه أي حاجة لكي أتاه ضيف، يروح كده ويترجاه إن هو ياخد منه شيئاً يعني ليستضيف قريبه. أعطى السيد المسيح مثلاً أهمية اللجاجة في الصلاة، ليس لأنه لا يعرف احتياجاتنا، بل لأنه يظهر إيمانه بالمصلي وتمسكه بإعلانه بالإيمان بالسيد المسيح. رفض الصديق من الداخل إجابة على طلب صديقه في الأول الأمر، لكن نتيجة إلحاحه قام وأعطاه. يقول كده: فقام وأعطى ما يحتاج. فالله المحب يفرح بلجاجة أولاده في الصلاة ويعطيهم احتياجاتهم. أن الله الحنون يريد أن يعطيك الكثير من كنوز محبته، فأطلب منه بإيمان. طبعا مميزات الصلاة المقبولة، يعني لازم يكون لصلاتنا المقبولة 3-4 نقط كده. أول نقطة: أن تكون صلاة صادرة من القلب النقي، أن نقدم الصلاة بمشيئة الله، أن تكون الصلاة بلجاجة. رابع حاجة: أن نطلب بإيمان، أن نطلب أولا ملكوت الله وبره، وزي ما في متى 6 قال لنا كده: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذا كله تزاد لكم. ولإلهنا المجد الدائم في كنيسته إلى الأبد أبدين أمين.